لنقاش تفاصيل هذه الحركة الاحتجاجية في العراق ينضم إلينا عبر الهاتف من مدينة اسطنبول التركية الباحث السياسي العراقي حسين السبعوي. أهلا بكم أستاذ حسين. أهلا وسهلا بكم، حياكم الله. مع اتساع رقعة هذه التظاهرات واستخدام القوات الأمنية لمروحيات الجيش الحكومي لإرهاب المتظاهرين وتراجعهم، برأيك هل تملك حكومة العبادي والميليشيات وسيلة أخرى غير القوة والقمع للتعامل مع الحراك الاحتجاجي أو الحراك الشعبي؟ يعني بداية هم لا يمتلكون غير هذه الوسيلة لمواجهة المظاهرات، لكن المظاهرات هي بعثت برسائل وكان لها أهداف واضحة ومعلومة، وهذه الرسائل قد وصلت سواء للمعنيين في الداخل اللي هو الحكومة أم للخارج التي هي إيران. ومن أهم هذه الرسائل أن جيلا عراقيا يظهر لا يؤمن بالطائفية مثلما لا يؤمن بالتكفير، هذه الرسالة الأولى. والرسالة الثانية أن إيران هي عدو وليست حليف. والرسالة الثالثة أن هناك مطالب واستحقاقات كمواطن عراقي لابد من الحكومة أن تستجيب لها، هي ليست فقط المطالب الاقتصادية بل هذه الرسائل الثلاثة التي ركز عليها المتظاهرين من خلال شعاراتهم ومن خلال يعني رؤساتهم التي تبنوها وعلى مستوى جميع المحافظات وخاصة محافظات الجنوب والفرات الأوسط، وهذه الرسائل قد وصلت. سواء انسحب المتظاهرين أم بقوا في الميادين هي رسائل ووصلت إلى الحكومة وإلى المعنيين الآخرين في الخارج. أستاذ حسين، يرى عدد من المراقبين بأن السلطة ومنابرها الإعلامية تحاول تضخيم وربما تحريف هذا الحراك الشعبي في مفهومه ومطالبه البسيطة التي يرفعها المتظاهرون، ما مدى صحة ذلك؟ أعتذر عيد السؤال بالله. كنت أسألك أنه بعض المراقبين يقولون أن السلطة والميليشيات أيضا تحاول من خلال استغلال المنابر الإعلامية تحاول تحريف الأهداف الحقيقية للحراك الشعبي، ما مدى صحة ذلك؟ نعم بالتأكيد، لأنه هؤلاء هذه منظومة متكاملة تدافع عن نفسها ولكن ليست بالوسائل المشروعة. فانحراف المظاهرات ودفع بعض الأشخاص إلى داخل المتظاهرين وكتابة بعض الأشياء ممكن أن تكون على الجدران، هذه كلها واردة وممكنة لأنه هذه المنظومة ليست لديها وسائل أخرى للدفاع عن النظام إلا بهذه الوسائل القذرة، وهذا ممكن وغير مستبعد. هل سينجحوا في ذلك؟ أنا أعتقد الرسائل وصلت، يعني حتى لو انسحب المتظاهرين الآن هي الرسائل وصلت. يعني رسائل وصلت للداخل والخارج، الأمور معلومة الآن، عندما تخرج هذه الآلاف ومن المرافق الجنوبية وتحديدا من المكون الشيعي فمعناها أنه الولاء لإيران والفساد والسرقة المال العام كل هذه مرفوضة. لو كانت هذه المظاهرات مثلا في المناطق الغربية أو الشمالية تحديدا عرب السنة وغيرهم لكان تهمت بها داعش والبعثيين وغيرهم، أما الآن كيف سيتهمونهم بالدعشة؟ لا يمكن. وكيف يتهمونهم بالإرهاب وهم قاتلوا الإرهاب؟ هذا لا يمكن. لا، هم تم اتهامهم بذلك، لكن ربما سننتقل معك إلى نقطة أخرى. يتساءل الكثيرين عن صمت المرجعيات الدينية عن عملية قمع المتظاهرين وقتلهم أيضا. يعني هي المرجعية في وضع لا تحسد عليه، لأنه هي أيدت هذه الحكومات المتعاقبة وساندتها، فبالتالي يعتقد عند لدى المتظاهرين بأنها جزء من المشكلة، فهي ليس لها خيار إلا أن تدعم الحكومات على حساب المتظاهرين، ولا تستطيع ان تصرح بذلك باعتبارها مرجعيه لكل العراقيين، فهي في وضع لا تحسد عليه ولا تستطيع ان تصرح لانه ليست لديها مواقف واضحه من الفساد ومن الفاسدين ومن الطائفيه ومن كل هذا، فلهذا السبب هي لا تستطيع ان تصرح نتيجه الضعف. اشكرك جزيل الشكر الباحث السياسي العراقي حسين السبعاوي، كنت معنا عبر الهاتف من مدينه اسطنبول التركيه.